قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وفخامة الرئيس ألكسندر فوتيشيش رئيس جمهورية صربيا الصديقة بجولة في العاصمة بلغراد، وذلك أثناء الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى صربيا. وخلال الجولة اطلع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على المواقع الحضرية والاقتصادية والسياحية في بلغراد، بالإضافة إلى الاطلاع على التنمية الحضارية العمرانية في العاصمة وأبرز معالمها الأثرية. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خلال الجولة عن إعجابه بالتنمية الكبيرة التي تشهدها جمهورية صربيا وعاصمتها بلغراد، الأمر الذي يؤكد حرص الرئيس الصربي على الارتقاء بكافة مقومات التنمية المستدامة في بلاده وتوفير كافة أسباب التقدم والازدهار إلى البلد الصديق، متمنيا سموه لجمهورية صربيا المزيد من التقدم في مختلف المجالات.